سريعا نبتدي اخبارنا النهارده بنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده تعادل مع بلديه المحله. كل الناس تقول لك ان اكيد النهارده تفتح اي برنامج هتلاقيه هجوم ناري على جوميز، ايه الاداء ده؟ النهارده احمد كشري خسر نقطتين اكيد، 88 فرصه لبلديه المحله واداء غريب جدا لنادي الزمالك. واحد يقول لي يا عم هو انت جايب الهدوء ده منين؟ يعني الرساله هتطلعها بقى ايه؟ انت وجهه نظرك ايه؟ انا وجهه نظري ان تجربه نادي الزمالك في اعطاء الفرصه او الدفع بالناشئين قرار رائع من جانب مجلس اداره نادي الزمالك، يعني قرار رائع وفي شجاعه طلع لنا عم ناشئين عشان الموسم الجاي، انا ما عنديش منافسه على الدوري وقعدت بالكونفدراليه اخذتها، طلع لي ناشئين. فبصراحه مجلس اداره نادي الزمالك ياخد 10 من 10. طيب امال ايه المشكله؟ المشكله ان جوميز نفذ غلط، والاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. يعني ايه نفذ غلط؟ يعني مش رايي ده عرف، افتح كده الكراسه تلاقي اي علم بيقول لك انا عشان اطلع ناشئين العب فول تيم تشكيل كامل وادفع باتنين ناشئين فيقوموا ثمانيه يشيلوهم، فالناشئ ده اقدر احكم عليه ويتالق. ابتدي فيرست تيم، ابتدي بالتيم كامل فول تيم، اكسب اريح انزل الناشئ ده مستريح مش قلقان ومتنشن. لكن ادفع بخمس ناشئين وادفع معاهم باتنين ثلاثه لعيبه بعاد عن الملعب، ظلمت الناشئين يا جوميز، ظلمت الناشئين. الزمالك يمتلك خامات جيده، يمتلك، ولكن الطريقه اللي جوميز النهارده عملها نختلف معاه. احنا موافقين جدا جدا في قرار ان حضرتك تدفع بالناشئين، وقرار ان انت ما يهمكش نتيجه مقابل انك تعمل فريق للسنه الجايه. كلام على فكره كلام علمي وكلام محترم، بس ما فيش حاجه اسمها ادفع بخمس ناشئين مع لعيبه ما بتشاركش، ثم ابتدي بقى انزل عبد الله السعيد فانزل سيف فاروق فانزل ناصر طب ما ابتدي العكس. دي وجهه نظرنا في كلمتين في موضوع الزمالك، واعتقد ان الامور في الزمالك هتتحسن لان في صفقات في الطريق. جمهور الزمالك ما يقلقش، وارجو ان الناس ما تسخنش والناس ما تقعدش تقول جمهور الزمالك مش هيستحمل وجمهور الزمالك متضايق وجمهور الزمالك غبا، مفيش كلام من ده. الجمهور ما بنتكلم معاه في الشارع بيقول لك انا ما خلاص احنا اخذنا كونفدراليه ودي بطوله عايزينها، عايزين بس يبقى الاداء كويس ونحس ان في ناشئين ونستعد للموسم القادم استعداد جيد. اذا احنا مع التجربه بنأيدها مع اداره الزمالك، واختلف مع جوميز في طريقه تنفيذ القصه فقط لا غير. كابتن احمد كشري النهارده يعني اللي يشوفه واقف على الخط تحس ان هو خلاص خلص عرق وعايز يخلص الشوط الاولاني بجون، عمال يقول يا رب هي هتجيلي تاني ولا لا.